والآن كذلك ستعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن هذا البيان. شكرا لتواصلهم معنا وتجاوبهم كذلك معنا. رحب بالأستاذ أحمد بن علي الحسين المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. حياك الله أخوي أحمد. اهلا حياك الله. هلا هلا اخي العزيز. يعني ما شاء الله عليكم، حتى احنا في الاستنفار وكل الجهات في ازمه كورونا تواصلون عملكم. والله ما في شك، طبعا ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير احترازيه لمنع تفشي هالفيروس، ومنها مثل ما تعلم تعليق الحضور. لا يعني توقف العمل بالهيئه، الهيئه تباشر اعمالها وتمارس اختصاصاتها. جميل. ومنها ما قامت به وتقوم من اجراءات تحريات وضبط وتحقيق مثل ما ورد في البيان السابق والتصريح الحالي. طيب اليوم في هيئة في يعني مباشرة لعدد من القضايا الجنائية وعندكم إعلان، لو تعطينا موجز لهذا الإعلان. طبعا التصريح بخصوص الوقائع اللي حصلت طبعا هي واقعتين. الأولى تمثلت في استغلال بعض القياديين أو اثنين من القياديين في وزارة الصحة للعقود اللي تبرمها الوزارة لتوفير السكن للمواطنين العائدين من خارج المملكة لقضاء فترة الحجر الصحي. نعم. في طلب عمولات كرشاوة من أصحاب عدد من الفنادق ومعهم أيضا وسطاء في هالموضوع، وتم بفضل الله يعني بعد ما ورود هالمعلومات قامت الهيئة ب نعم إجراء تحرياتها وإجراء تحقيقاتها اللازمة، وتم ضبط القياديين وضبط الأشخاص المتورطين معهم. وتم أيضا كذلك أثناء التحقيق توصلت الهيئة إلى قيام أحد قياديين من وزارة السياحة أيضا بتعمد مخالفة الأنظمة والتعليمات وتفريط المال العام من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه مقدم. نعم. من أحد الفنادق لتوفير سكن المواطنين العائدين من الخارج. هذه الواقعة. والواقعة. نعم. الأخرى تمت طبعا بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، قبض على أحد الموظفين وأحد العسكريين ومعه أيضا اثنين قاموا بتزوير أحد التصاريح. نعم. المسموحة بالمرور أثناء فترة حظر التجول، وزوروا 31 تصريح وحاولوا شروع في بيعها بمبلغ 3000 لكل تصريح.